مساء الخير، كل عام بخير وان شاء الله دائما تظلوا بخير. حلقه جديده من برنامج قدها، واليوم بدنا نشوف مين قدها مع التحديات الحركيه الممتعه اللي راح نلعبها مع الناس. راح نلعب العاب تقليديه بطريقه غير تقليديه. يلا مع بعض، جاهزين؟ قدها. والناس هذه ناسنا واحنا اللي نوقف حدها. تحدي الاكس او كلنا بنعرفه، كلنا بنحبه، لكن راح نلعبه مع الناس بطريقه مختلفه. كيف راح نلعبه؟ قاعدين نلعب مع الناس العاب هيك. تلعبوا معنا اكس او؟ انتوا الاثنين. طيب تيجوا معنا بس احنا حاطينها هناك. تمام. تحدي الاكس او مع الاخوين، نتعرف على حضرتكم. فايز ابو علي. اهلا اخ فايز. زياد ابو علي. زياد ابو علي. فايز وزياد يعني. أيوة. البابا. نعم. طيب بس نتعرف على الوالد، ايش بتشتغل عمي؟ كنت اشتغل في البنك الاهلي. حياك الله. اهلا وسهلا. متقاعد انا. متقاعد، حياك الله. مجالي سوفت وير هاردوير كمبيوتر وخلويات. ممتاز، يعني طبعا. لعبتك الالعاب 100%. ممتاز. طب انا اتحداكم نلعب معكم لعبه. لعبه الاكس او بس المره بطريقه مختلفه. انت إلك الرز والوالد إله الزيت. مهند ايش تشتغل؟ انا تاجر سيارات. تاجر سيارات. طعمت ولا لسه؟ لا والله لسه، بس مسجل. مسجل للموضوع. لا اكيد. عمري 26. ما شاء الله يا زلمه، مين اكبر مني؟ اهلا وسهلا. حياك الله. حياك الله. طب كيف انت والاكس او؟ كويس. تفوز؟ مين اشطر، انت ولا زوجتك؟ الله يعلم. اي شو رايكم تلعبوا مع بعض؟ تتحدوا بعض؟ اكس او؟ عادي ما في. اوكي؟ طيب خذ الرز وزوجتك تاخذ الزيت. ومين بده يبدا؟ انا، ما في مشكله. ليش انت يعني؟ نعمل فني. نعمل فني، نعمل فني. اوكي؟ ايش بدك، عرب ولا انجليز؟ انجليز. والله عرب. انت بتبلشي. والله هي فازت مبدئيا، هي بتبدا. اختاري اللي بدك اياه وبلشي. يلا تلعبي. تلعبي معي ولا ضد حدا؟ لا ما تزيت ولا الرز؟ زي ما بدك. يلا بلشي. نص. هلا بنلعبك. ايوه تمام. الوالد كان الزيت. حطه اول يسأل هنا مقابل لها. ايوه. طيب وين زياد؟ هي حطت بالنص. تمارس عليك هجوم نابليون. انجليز معناته تبل الشاديه. يلا يا شاديه. ايوه حميت حميت حميت. يلا سكرتها. شكلها ها. ايوه جربي آخر محاولة. تعادل. سكرت. طيب معناته واحد منكم بده يتحداني. مين؟ أنا. طيب لا يلا خلص حطي أعطي راحت. طيب هيك البنت بتتأهل، تأهلي تنافسيني. يلا دوري. حطها. دير بالك خلي بالك. غلبني. ايش زياد؟ هاي زياد حطها. هاي ربح. والله ربحك. ابي اكيد. وقال لي خليه يربح. ابوي. طيب اسمع، بدي اتحداك انا. يلا. يلا خليني اتحدى عشان تكون الامور عادله. تعادل. لا. لا مش تعادل والله. ربحت. شكرا صاحبي، كل عام بخير. يعطيك العافيه. تربح معنا كوبون تسوق من كريم هايبر ماركت 10 دنانير. اغراضي كون طلعوا ببلاش. اهلا وسهلا، كل عام بخير. خسرت. خلص انا خسرت يا جماعه. ايوه فازت. فمشان هيك راح تربحي معنا كوبون
علاجات سنية من مركز الدكتور بركات الجعبري. على فكرة المركز موجود بجبل التاج وموجود أيضا في شارع مدينة منورة بقيمة 50 دينار. غلبني. كيف ما في مجال؟ هاي غلبتك أنا. شكرا لك. حياك الله. تربح معنا كوبون تسوق من كريم هايبر ماركت. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير وصحة وسلامة. انت قدها والوالد قدها. شكرا لكم. شكرا عمي. بما انك تعادلت معي 3 مرات رح اربحك جاهز. ولا ما اربحك؟ لا خلص ما رح اربحك، رح اكون عادل لانه هي الشباب قاعدين بيصوروا. ها اوه اوه معناته انت بتربح. حكيت لكم هي الفايزه. هي الفايزه كلمتين السبب. طيب ايش تشتغلي؟ انا مدقق قانوني بدائره مراقبه الشركات وزاره الصناعه والتجاره. قانوني بدائره مراقبه الشركات. القطاع الحكومي مليان اليوم، كنا بدون عن بعد. اه بالضبط. عشان هيك طالعين نتسوق بدون طالعين نتسوق بالضبط. يعطيك العافيه. تربحي معنا كوبون من عند النوم المثال للمفروشات 25 دينار. تقدري تشتري من عندهم او تتسوق من عندهم بقيمه 25 دينار مفروشات واشياء طبيه واللي بدك اياه. قدها الاردني قدها قدها الاردني قدها رمضان معنا بتفرحوا. تحدي جديد ببرنامج قدها، وهالمرة بدنا نشوف قدرة الناس على إصابة الهدف كرة السلة. عندنا سلة كريم، بدنا نحقق أكبر عدد من الكرات داخل السلة. خلينا نشوف كيف الناس راح يتفاعلوا من المسافة البعيدة. 3 بوينتس من اللعب. يلا نتعرف على حضرتك. فرح أسامة صاحبتي. فرح، أهلا فرح. أنت بأي صف أو جامعة؟ بالجامعة. إيش تدرسي؟ أدب إنجليزي. أدب إنجليزي. بس خلينا نشوف قدرتك على منافسة العم. يلا الحاج. موسى محمود. موسى محمود شو كنت تشتغل عم موسى؟ والله متقاعد مدرس. يعني سابقاً. مدرس متقاعد. مدرس إيش؟ لغة عربية. لغة عربية، يعني العربي ضد الإنجليزي. تمام. العربي ضد الإنجليزي. عندنا كيس كرات. رح نعطي كل واحد 10 ثواني. أوكي؟ خلال 10 ثواني قديش تقدر تجمع كرات داخل سلة كريم؟ اللي بيجمع أكبر عدد من الكرات داخل السلة بيفوز. راح نبدأ مع فرح. أوكي؟ طيب هاي السلة يا فرح. حلا بدك تلعبي باسكت بول مع عمو محمود. عندكم سلة فيها طابات. أوكي؟ بدي أحط أنا توقيت خلال 15 ثانية اللي بيجيب أكبر عدد من الكرات بسلته بيربح. تمام؟ مكانك يعني مش تروح. انت مكانك مش تروح تحملي لي زي عمو. اجبك خيو. يلا. اجبك خيو. يلا. بدي ابلش. 1 2 3. اسرع 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 حلا. طيب امر انت سابع. عبد الكريم خامس. بدنا نشوف مين بيغلب. عندكم سلة فيها مجموعة من الكرات. اللي بفوز ايش بصير؟ اللي بفوز بربح جائزة. جائزة مرتبة هي يعني. هلا بحكي لك اياها. بس شوف علي. رح تاخذ الكرات. هاي سلتك وهي سلة قمر. فاللي بجمع أكبر عدد من الكرات داخل السلة ب 15 ثانية بربح. جاهز؟ بس أحكي لكم بداية بتبدو. أوكي؟ دقيقة بس أحكي. بعدين بدك ترمي رمي ها مش تيجي تركض تحمل السلة وتروح. 1 2 3. أسرع أسرع. هاي 15 ثانية. راح أبدأ 15 ثانية. مين بيسجل أكثر عدد من الكرات داخل السلة؟ 1 2 3. ثانية. أيوة. ثالثة. رابعة. خامسة. ستوب. خلص. كم كرة؟ كم كرة؟ طيب 1 2 3 4 5. 6 كرات. عندك 6 كرات لفرح. 6 كرات لفرح. ايوه ايوه حلا. اسرع 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 اسرع. ستوب ستوب ستوب. يعني حلا عدي طاباتك عدي طاباتك.
قديش محمود طاباتك؟ ثلاثة ستة تسعة. تسعة محمود، ثلاثة حلا. شكرا حلا. بيربح محمود مربوح، رح محمود رح يربح معنا جائزة بقيمة 50 دينار من عند مركز الدكتور بركات الجعبري، علاجات سنية، تقدر تروح تعمل أسنانك، تضبط أسنان الحجي، تمام، ترتب أمورك. واحد اثنين ثلاث زبطت أو برا. اثنين ثلاثة قربت. أربعة ستوب، خلص الوقت، خلص الوقت. قديش جاب؟ قديش جاب؟ خمسة، معناته بتربح فرح. شكرا عمي، الانجليزي غلب العربي. شكرا لكم والله فرح، جبتي ستة والعم محمود جاب خمسة. بتربحي معنا فرح كوبون تسوق بقيمة 10 دنانير من كريم هايبر ماركت، وهذا هو الكوبون. شكرا فرح، يعطيك العافية. اسمع عبد الكريم، يلا عبد الكريم، يلا عبد الكريم. ستوب 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 ستوب. هيا نشوف قديش صاروا. اثنين اربعة ستة ثمانية عشرة 12. اثنين عبد الكريم خسر. عبد الكريم خسر. فنشوفكم نقطة جائزة عبد الكريم. والله عبد الكريم مرتب والله. شوفوا انتم تقرروا، يعني شوفوا لازم يكون في تعاون بين الناس في المجتمع، يعني صف تاسع لازم يصير صف خامس. ليه ما عملت معها هيك؟ لا يعني بدي اشوف اذا انت ممكن هيك تعطي جائزه، تعملي ايثار. ما انا اللي بدي الجائزه، ما بدناش نعطي جائزه. يلا خلاص بعطيه خمس دقائق. يلا تعال. بدي تعطيه خمس ثواني بس، خمس ثواني لحاله يعبي. والله لحاله بدنا نشوف اذا بلحق. يلا بسرعه. واحد اثنين ثلاث، ثانيه ثانيتين ثلاثة أربعة. خلص بس 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 بس، هاي خمس ثواني خلصوا. قديش صاروا؟ اثنين أربعة ستة ثمانية عشرة والله 12. بس ما فاز عليك، احنا حكينا إذا بتفوز عليها بتربح. خلص أعطيتك فرصة ثانية، ماشي، أعطيتك خمس ثواني لأنه صف خامس. تعال. شكرا لك عبد الكريم، وشكرا لك يا أمر. أمر كل عام وأنتم بخير. أول إشي تربح معنا كوبون تسوق بقيمة 25 دينار من مين؟ أعطيني أعطيني النوم المثالي. طيب تسوي مثال للمفروشات، تروح تشتري مخدة، تشتري حرام، تشتري من النوم المثالي للمفروشات. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قدها. تحديات كثير ممتعة مع الناس، وألعاب لعبناها معهم واستمتعنا فيها مع الناس. إن شاء الله تكونوا أنتم استمتعتوا. نلتقي فيكم في حلقة جديدة بإذن الله من برنامج قدها، والسلام عليكم ورحمة الله.